بما أن للعملة النقدية أهمية كبيرة في حياتنا اليومية، إلى أن الكثيرين تعلقوا بها وقاموا بجمعها واستثمارها فضلا عن تداولها. نعم سمية، محمد العرادي واحد من بين الذين تعلقوا بالعملات ومن بينها عملات الملكية العراقية حتى قام ببيعها واستثمارها. التفاصيل مع الزميل إيمان شرف. لا يمكن لأي عملية تجارية تقع ضمن خريطة البيع والشراء أن تجرد من العملة النقدية ولو بسطت حذافيرها، غير أن للعملة النقدية مفاهيم انصب تحت مظلتها محب التاريخ لارتباط العملة بالأحداث التاريخية الخاصة في الدولة. فالفكر الاقتصادي يتفق على أن العملة نافذة للحضارة الإنسانية من ناحية وتجارية وسياسية من نواح عدة. محمد العرادي له قصة مع العملات الملكية العراقية ويجد فيها مبتغاه من الناحية الجمالية والاستثمارية والربحية. سبب اختياري للملك العراقي طبعا التاريخ العريق اللي مرت فيه دولة العراق، وأن هذه الفترة كانت فترة حروب وفترة انتداب بريطاني والعملات جدا صعبة، فمن ناحية استثمارية دخلت فيه ومن ناحية حبي للتاريخ. طبعا الاصدارات تختلف، تبدا من فيصل الاول الى الملك غازي الى فيصل الثاني. العملات بشكل عام تمر بمراحل عديده، منها مثلا مرحله التصميم ممكن نذكرها مع الاصدار البحريني، لكن انا عندي هنا احدى المراحل اللي هي مرحله تجربه الالوان، يسمونها نموذج تجربه الالوان. طبعا لما اعتمدت الحكومه العراقيه على هذا التصميم تم تبديل اللون الى الازرق، فهذه كان النموذج لونه أحمر والطبعة الأصلية لونها أزرق. في ذي الفترة بعد نوجد الطبعة الهندية وهي من مطبعة ناسك، هذه تم استخدامها فترة بسيطة جدا إلى أن تم استبدالها بالنسخة الإنجليزية لأن النسخة الهندية كانت رديئة. قراءة الكتب التاريخية وجمع العملات الورقية هي الهواية التي اكتسبها من عمه حتى تحولت بعدها إلى احتراف، فحبه للتاريخ واهتمامه بجمع العملات الورقية بدأ معه منذ صغر سنه، وكون العملات شاهدا حقيقيا للتاريخ فلعل هذا الحب امتزج بذاك. وطبعا فيه الهواة بشكل عام يتنافسون على التقييمات النادرة، طبعا أعلى تقييم يكون 70%، أي تقييم يكون فوق 60 تعتبر عيدية بلفظنا إحنا، عيدية اللي هي يعني الورقة حالتها فوق 95%، فإحنا لما نتكلم عن عملة في الثلاثينات أو الأربعينات فوق 60 فهذه تعتبر نوادر. هذه العملة هي الأعلى تقييما، الحمد لله أنا أملكها الحين عندي في مجموعتي، وهذه ثاني أعلى تقييم، وهذه أيضا أعلى تقييم في الملك فيصل. اختياره للعملات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو لمجموعته الخاصة وهو الملكي العراقي، أما القسم الثاني للبيع السريع في فترة قصيرة، وأما القسم الثالث فهو لغرض الاستثمار. الكثير من الناس تختار توسيع محافظهم الاستثمارية من خلال المتاجرة في العملات الأجنبية، فهي فرصة للربح رغم المخاطر العالية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.